تمشي مسالية راك ترى غيط غيط طلع نزل كنهز حط داكشي مو نتوما عارفين انا ماشي منو اللي كنصور طلع شادي ولا درت هادي ولا درنا داكشي كيبقى بينا وبين الله عز وجل. فداك الشيء علاش ما كنتش كنصور وحتى المحال ما بقاش عندي حتى الوقت نجي ليه، يعني كنجي بعض المرات حتى الليل كنجي كنشوف غير شنو عندي في الحسابات وداك الشيء وكنرجع صباح ثاني ملي كنكون فهمتوا هاد المرات كاع كيكون الوقت ما كيسمحش لي انني كاع نجي كنبات تما. والله العظيم حتى البارح نيت وصلنا معطلين عاتي تعشينا تقريبا وصلنا حتى شي جوج وشي حاجه كلينا والله العظيم غير شي حاجه خفيفه هكا عاتي لا كلام ولا ناسنا كرشنا خاويه كتزوي ايوا هذا المكان والله الا انا توحشتكم وبزاف والله العظيم. اهلا فطوم تحيك سمحوا لي ما قريتش لي مسج الفوق الله يحفظكم سيدات العند الله ربي يخليكم الله يكبر بيكم ارتكبت عاتي مسكينه كتسلم عليا وكترعد كترعد قالت لي انا يلا جيت من السعوديه عاتي من بالي المحل محل محلول واش نسلم عليك وانا اصلا يعني قبيله بغا نسدو البنات خرجوا قبيله بقيت معطله مع واحد الكليانات ما نورمالمون صافي راه كتبيله بغا نحل لكم لايف نسلم عليكم وسبحان الله وصافي جا معاك اليوم لبس الكحل ربي يخليك حبيبه عويناتك الله يحفظكم ليا الله يبارك فيكم لا لا يخطيكم عليا والله العظيم زوينه عبايتك حبيبتي هادي ستيل عبايه وفي نفس الوقت كيجي زوين كيجي الشكل ديالو غزال هادو غير هما التصميم ديال فطوم لوكس هاد الموديل انا دايره كديرها في واحد الشكل زوين هذا درتو اللون في اللون كيجي فريمون ستيل عبايه ستيل ديال الخروج كيتلبس دائما. اخبارك اختي بنتي كتقول لي ماما كاتبه لي كتسيده كز سبحان الله سبحان الله حجبانك جاي فنين يا عمري رغيت توحشتوني البنات غير توحشتوني توحشوني بزاف خسر وكلشي خسر ها توحشوني البنات شحال الثمن ديال واش يلاه خرج جديد هذا موديل جديد احبيبي ديالي كاين فيه هكا نوار اللون في اللون وكاين فيه ديزاين اخر اللي ما كيبغيش مثلا هكا الخدمه هكذا اللي فيه الخدمه هابطه هكذا طويله حتى لتحت اللي كتجي هكا نبغي نوريها لكم وكاين اللي كيكونوا فيه وريدات في لي كولور وكاينين وحدين في لارجونتين يعني ماشي بالضروره كاين اللي كيبغي يجيب يدير الالوان واش كتبيع هادشي لابسه اكيد كنبيعهم هاد الموديل راه درت شوف بزاف الموديلات كتدرت الموديل ديال الكول كدرت الموديل ديال الكول اوفيسيال كدرت بزاف ديال لي موديل لا بصح ما شاء الله غبرتي حتى زينتي بسم الله ما شاء الله حبيبتي شوفوا راه غا القلب زوين وربي داكشي الانسان اللي عنده لداخل كيعطيه ليه الله على برا راكم شفتوها والتليفون كاع الاضاءه وما عرفتش شنو الناس كيتلاقاو معاك مباشره سمعتي كيقول لك ما شاء الله غزاله كتحمق احسن من التليفون انا داكشي راه قبول من عند الله عز وجل شوف ربي كيعطيك داكشي اللي في نيتك زوين حلوه بزياده لا 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 اليوم زدتو لي في خريت خاص السيد رامي يجي داك الصداق ياك اختي وتبارك الله ما شاء الله عليه ما مقصرش ما شاء الله لا معايا ولا مع مهاب اصلا كانت واحد الفرحه كبيره 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 يلا سمعنا اخبارها على ود مهاب والله العظيم تبارك الله جا هو الاول ما شاء الله شي حاجه اللي فريمون كتفرح كول اوفيسي سمحوا لي ما ديرش على اختكم كاين طاي صغيره ماشي غير وي كاين طاي ال هي اصغر طاي حبيبتي ميلا شوف رامي خاص يزيدك في الصداقية كنبنا اتفقوا راه الدريات راه اتفقوا عليك رامي هضرين عليك كيفاش نحافظوا على العلاقه زوينه مع الراجل شوفي اختي ما عرفش هذا الموضوع خاصنا بركه كبيره كيقول خلاوة مولا نكون هكا لايف حالي لايف غير على ود هذا الموضوع شوفي الحياه الزوجيه بصفه عامه انا نعطيكم انا خلاصه باش بلا ما نكثر عليكم الهضره
الخلاصه القول هي المراه شويه تحاول، ماشي كنقول لك انا كتسدي فمك او تسكتي، لا راه ما كاينش انسان كيشرب الماء، حيت بعض المرات هذاك الاخذ والعطاء في الكلام كيجبد المشاكل. فانسان دابا مثلا خاصكم تعرفوا ان المراه والراجل قدما قدامه في الزواج قدما كيقلوا المشاكل، ماشي بحال عندك العام الاول العام الثاني العام الثالث كتكوني انت باقا ما فاهماش وهو كذلك باقي ما فاهمش السيستم ديالك، واش فهمتوا؟ ومثلا كاين دابا الراجل اللي كيكون كيفما كنقولوا بودينا، يعني كيسمع هضره الناس، اولا انت كتسمعي هضره الناس بحال ماكا، يعني خاصكم تكونوا بجوجكم هضره الناس كتدخل من هنا وكتخرج من هنا، سينو غتبقاو دائما في المشاكل. هذا هو الحل. انا دابا رامي ما عندوش هاد القضيه ديال اللي يسمع هضره الناس، ولا واخا ما عاد شنو يجيو يقولوا ليه، ماشي من هاد النوع، لان الانسان اصلا صافي الانسان كيكون واخدك الا واخدك على اقتناع والا هو مقتنع فيك، سينو غتبقاو دائما في المشاكل. والمراه راه هي اساس البيت، الا كان الراجل خايب راه ما كاينش غنشوف مراه مزيانه. ايه شوفوا كدوزي في ازمات، كدوزي في مشاكل، كدوزي في كيفما كنقولوا كلمه مني كلمه منك كلمه مني كلمه منك، هادشي ضروري، ما كاينش انسان خاطي منه وما كاينش دار خاليه من المشاكل، غير هو كتبقى نقطه ديال الصبر، انت شويه كتصبري وهو كذلك كيصبر. والمراه حنا كنهضروا عليها، المراه مسكينه اش كدير؟ كدير ديك غميضه وليه وكتغمض شويه بيناتها، صافي هذا اللي غادي نقول لكم. الصبر ثم الصبر، والله الا ما صبرتي الا ما خديتش بزاف د الحوايج في هذه الحياه. انا ما نكذبش عليكم، حياتي تبدلات تقريبا ماشي 100% 120 درجه تبدلات على حياتي، نقول لكم هذه عامين. علاش؟ خصوصا ملي كتلقاي الراجل مساند ليك في بزاف د الحوايج، مساند لك في تربيه الولد، مساند لك في الحفاظه، مساند لك اللي كنتي مريضه خلي الماء، نخلي الشقه، صحتك هي الاهم. كاين شي حوايج تشوف الراجل كيولي كيفهم داك الشيء لراسو، هذاك الشيء كيجي مع الوقت. الصبر طبعا، واي احد كيحتسب الله عز وجل ربي راه ما كيخيبوش، راه ما كاينش شي امراه كان راجلها خايب. ايه خايبه هي يكون راجل بخيل، خايبه هي راجل، اما راه كاع الرجال معصبين، ما كاينش قليل واحد 10% اللي غتلقايهم ان هذاك الراجل كالم، اما لا بليباغ ديال الرجال كيكونوا معصبين، ستريس بزاف د الحوايج كيكون عنده في الحياه كيستريسيو. لكن انسان الصبر، هذه اللي ننصحكم به، الصبر ثم الصبر. وما كاينش حاجه سميتها الصحابات، ما كاينش حاجه سميتها نعاود لامي، ما كاينش حاجه سميتها نعاود لبا، مشاكلك ما يعرفهم حد، مشاكلك في دارك في بيتك حتى حد ما يعرفهم، لانه اللهم معيور عيرك عيرتي ما ساق لكم حد خبار، وكدوز نهار وكتصالحوا. شكون اللي كيبقى في الاعداء؟ كيبقاو دوك الناس اللي الوسط، دوك الناس اللي كيبقاو الوسط هما اللي كيبقاو في المشاكل. فانت حاولي دائما ما تشكل صاحبتك وما تعاودي لهمك، شكي لله، الشكوى من غير الله مذله، صح ولا ما صح؟ الشكوى من غير الله مذله، شكي لله اكيد، لان ربي هو اللي غادي يفرجك. اما العبد ما عنده ما يبدل بيديه، ما عنده ما يبدل. هضرت مع درت لها غمرك قلتها لهم شفتك في مراكش ما شاء الله، ربي يخليك امين، حجبانك هكا جا احسن بصح فطون في الواقع احسن بكثير من الانستغرام، والله على ما اقول. شاهد حبيبتي ميلا شوف كبيده، تبارك الله نور على نور ما شاء الله، قبول رباني يا حبيبتي، خاول الله يبارك فيك، انت جميله جدا، ربنا يسعدك ويفرحك حبيبتي. شوفوا القبول كيجي من عند الله ومن عند الانسان ملي كيكون قلبه زوين، الا كان قلبك زوين الداخل ديالك داكشي كيعطي. اي راه غدوزي في عقبات، ما كاينش حد، ما كاينش شي حاجه كتجي وغتطلعي لواحد السلم اللي هو الفوق، لا ما كاينش غنجيو نطلعوا في لاسانسور، لا خاصنا درجه 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 درجه، باش الا بغى الانسان الاستقرار في حياته او لا في خدمته او 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 في بزاف د الحوايج. وطبعا الستره راه زوينه البنات، الستره الستره الستره، ماشي نقول لكم انا انسانه بارفيت تحد ما كامل كما لله عز وجل، ولكن انا كنهضر معكم من قلبي بحال خواتاتي. اي هنا نهضر نضحك، ولكن داري خط احمر، مشاكلي خط احمر، شتي تنكون فرحانه
بعض الاحيان تحاولي تخبي. العين علينا حق، الانسان العين علينا حق، قد ما سترنا نسترو الخيبه ونسترو الزوينه، كلشي نسترو. وغتشوفي ربي كيفاش بزاف الحوايج كيتبدلوا في حياتك. انا اقسم بالله بعدت من القيل والقال وبعدت من بزاف الناس الى فريمون والله العلي العظيم، وعلى ما اقول شاهده وربي شاهد فعليا فوق مني ورامي مسخني، مني بعدت من بزاف الحوايج الى ارتحيت نفسيا وجسديا وذاتيا وعقليا وكلشي كلشي، ما كنتش ارتحيت من بزاف الحوايج. وليت مركزه على جوج الحوايج في حياتي اللي هما طبعا ولدي وراجلي فقط. حوايج اخرين هادوك من كيف ما كنقولوا الحياه اليوميه. الانسان دائما كيدير خطه في حياته، كدير خطه في حياتك، لان المراه ملي كتزوج او صافي راه كتولي متبعه راجلها وليداتها، كتقاد اسرتها، كتقاد حياتها، كدير واحد الخطه زوينه في حياتك، ما كتبقايش تضيعي في الحوايج التافهين. علاش نطلع انا لايف الا ما عندي ما يتقال؟ مثلا ملي كان هادشي ديال الزنزانه علاش غادي نطلع انا راني درت وفعلت داكشي لله عز وجل؟ داكشي كيقول لك الانسان ملي كتعطي شي حاجه لله راه كتعوض لك بالاضعاف. انا ما غادي يزيدني، انا لا صورت ستوريات ما غتزيدني مشاهده، ما غتزيدني حتى شي حاجه. وتهضرت الناس هما يقول لك شكرا كثر خيرك، ولكن شوفي الا خليتها مسرور ربي يشكرك او ربي جزاك. الصدقه طبعا كترفع البلاء وكترفع عنك المصايب وكترفع عنك بزاف د الحوايج. المهم صافي خلينا مع هذا الموضوع. شوفوا الكبيده ديالي ما شاء الله، الله يحفظكم يا ربي امين. ورينا الالوان في هذه، نحط لكم ريل او نوريكم الوان غير هو ماشي اليوم المحل في طريق ولاد الزيان حدا لاجونس الغزاله. الله يبارك فيك، الف مبروك على ولدك والله يحفظه لك امين امين. انتما البنات هذا الموديل ها هو باش ما ننساهش، حيت بزاف الناس كانوا سولوا عليه في الانستغرام وانا ما كنتش مساله. هذا البنات هذا الراندا، هذا البنات راندا راها غزاله، باجا كتخدمتها لكم وعاودتها وكيعاودتها بطريقه شكل زوين جديد. هذه البنات فيها الالوان حتى هي فريمون خدمه راقيه. وشوفوا كيفاش دايره هاد الصوره، شوف شوف كيفاش دايره. هادي فيها كاع الالوان حتى هي. رامي عفاك على نوتك الله يخليك، جيب لي غير من هادو غير جوج ثلاثه المهم بعدا نوريهم من هاد. ورينا راجلك واش يستاهلك حبيبتي. هذا موضوع والله ما كيهمك حبيبه ديالك، ما غاديش يهمك. ايه ما شاء الله عليك السيرامي واش ما شاء الله عليكم، الله يحفظك. الصبر من طرفين والاحترام والتقدير المجبل والاهتمام المشترك، اكيد اكيد هذه نقطه مهمه. الصدق والاحترام خلاصه القول اكزاكتومون بالصح اختي. ما شاء الله وجهك الاسود حبيبتي. اي علاقه لهذا الدواء الا العلاقه بالنرجس الانتحار اختي. الا كان نرجس راه خاصها تبعد تهرب منه باي طريقه. بالنسبه لهذا الموديل البنات اللي مكوموندينو ومخلصينو راه يقدروا غدا يدوزو، راه كاينه سوميه هاد الموديل ديال الشوميز. هذا البنات راه ديجا الناس اللي مخلصينو راه وجد ليكم، حيت كاينين بزاف الناس مخلصين اونلاين راه وجد ليكم، تقدو تجيو غدا تاخدو. راه كاين الناس اللي مكوموندين هاد اللون والناس اللي مكوموندين المهم الالوان ديالكم راه موجودين. فوالا هذا بالنسبه ديال الشوميز مع جليليبه ديالو ديال الراندا اللي كتجي هكا، كتجي كنخدمو براندا بجوج جوايه. فوالا هذا ديجا راه حطيتو ليكم، راه كاين فيه هو حتى هاد اللون، هاد اللون راه قريب لهذا، غير هذا موف وهذا غوز. عفاك حبيباتكم هانتوما هذا الموف ديالو شتو قريب لهذاك، غير هذا غير هذا غوز وهذا موف وهذا موديل جديد. هذا يلاه درتو، هذا يلاه درتو هانتوما، هذا يلا درتو هانتوما شوفو. والله العظيم يلا خرجت كليا انا مع شفتني حطيتو كنوجد السلعه باش غدا تعرف سميه شنو غادا تبيع. حطيت الموديل مع دخلات جايه لقبل جلال بخدات هذا وخدات مع موديلات اخرين. هذا موديل راقي البنات، الا كانت كتفرج لوصلت الدار غتفرج في هذا اللايف. هاد السيده غزاله هي ما شاء الله عليها شفتو. هذا شوميز تقدري تستغليها شوميز ديري مع اون سانتور مع بونطالون، راه كتجي طايحه على الركبه بالنسبه للناس المتحجبات.
والفوق هنا براندا، كله براندا بالكريب كوريا البنات. شفتوها جليلي با كتجيب هكا كول اوفيسي كما كتشوفوا، كتجي فريمون غزاله بالصديفات. غنوريكم حتى الكميمات حتى هما هاد الاخرين درنا في لاشوميز هنا في الكم درنا صديفات براندا. شفتوهم صديفات براندا. ايوا رامي قال لي شويه شويه دابا، قال لي اش بديتي معاه بشميز غدا غدي ديري لهم السروال الشميز. ما تعرفوا راني كنفكر ندير لكم الرومي، ولكن بغيت ندير الرومي مفصل يجي هكا على حقو طريقو. اقسم بالله عرفتي غير التيسي ديالو كيفاش داير غزال فريمون. شميز لبسيها شميز وفي نفس الوقت لبسيها هكذا، شوفوا غير لا كولور بعدا شحال غزال هكا. وبالنسبة لهذا الموديل اللي هو راندا جديدة، عي سمحوا لي كنوريكم غير مختصر وصافي. هذا البنات هذا موديل راندا الجديد اخر ما كاين. كنتو كتعرفوا ان عندنا الحصيرة سامبل او كانت اللي فيها العقيق هكا دايرة، كاينة حتى هي بالالوان، غير هذا كنحاول نبدل لكم باش ما يملش. ديزاين جديد هانتوما، هذا ديزاين جديد شتو خدمة فيه حتى في الكمية. بدلت لكم على الموديل القديم اللي كان عندنا البنات، راه فيه حتى لي كولور كاملين هاكا حبيبي. ها جابها صحيحة هانتوما البنات. هذا راه وريتو ليكم، هذا راه فيه كاع الالوان، هذا البنات فيه كاع الالوان كاع يوسف. بالنسبة للموديل اللي انا لابسة فيه ثلاثة ديال الديزاينات، كاين هذا الموديل اللي انا لابسه وكاين هذا هذا موديل اخر، هذه خدمة اخرى، هذه الخدمة شوفوا هابطة حتى لتحت وكلها البنات بالعقيق الماتسونو كيف كتشوفوا اللون في اللون، وفي الزواق عاوتاني حتى من هنا هابطة كاملة حتى لتحت. كتجي في نفس الوقت ديال الخرجه ديال شي حاجه حضور عراض اي حاجه تلبسيها، لان اللون في اللون. وكاينين اللي فيهم حتى هاد الوريدات دايرينهم بالغوز باللوينات بلارجونتي هاك احبابي. يعني شفت معايا عفاك نوريهم التفاصيل من التحت، شفتوا البنات مخدومه كامله حتى لتحت شفتوا، والطول فيهم الطول خليه عاود سمحوا لي كنت كنهضر ما كنشوفش التعاليق بصح اكيد العين حق علينا سمحوا لي. يلا كنشوف البخل هو اللي تخسر العلاقه اكزاكتومون. لا الحمد لله ما كتبش عليكم. شوفوا راه اي حاجه في هذه الحياه كتحتاج الى الصبر صبر صبر. شوف الراجل راه ماشي مسطي، ما كاينش هاد المراه مضحيه معاه وصابره معاه وكتبغيه وكيبغيها، علاش ما يتهلاش فيها؟ الصبر مرتاح الفرج. فطوم عجبتني ساعتك ملي خديتها حبيباتي، هاد الساعه راه ماشي قديمه، هاد الساعه راه الى السنين كيف ما كنقولوا. هاد الحجر ديالها راه ديامون قديمه عندي بزاف، ما واخداش من المغرب، قديمه ديما كتسولوني على هاد الساعه. شحال من لبستها؟ فطوم الضعف جاك زوين ياكي. كنبيعو الدنيا اي موديل كنلبسو راه كيدير البيع. غزاله ما شاء الله، انا شايفك شحال من مره مباشره فنه الله يخليك ديما منوره، ربي يخليك يا حبيبه وعويناتك الله يكبر بك. بس رفعت فطوم تبدلت الاحسن بزاف من جميع النواحي، ربي يخليك. سمحوا لي غنهبط لتحت باش نشوف تعاليق الناس. الى مشيت لديك المحل، انا اللي مشيت عندك للمحل تبارك الله عليك مليكه حبيبه، ربي يخليك الحبيبه ديالي الله يبارك فيك الله يحفظك. شي حاجه رخيصه فطوم؟ شوفوا حنا عندنا الرخيص
والمناسب، ما عندناش الغالي، عندنا الرخيص والمناسب. عندنا من 150 جو بونس، ما بقاوش دابا بزاف، لان لا بلو بار باقيين غير ديال 350 399 450 500 600. فهمتوا؟ غادي نوريكم البنات واحد القنبله، سمحوا لي لان طلعت نوريكم قنبله اللي هما ارى لي حبيب عفاك دوك الشيلان، لان بزاف الناس اوكي حيد الشيلان اللي بزاف الناس اللي كانوا يفطوا معاه، فكلقاوهم الناس ب 300 درهم و 350 درهم عند فطوم ليكس، راه مستحيل. نتوما عارفيني انا الكشخه ياك كيبيعوها بالثمن غالي عند فطوم ليكس، راك شفتوها اقل ثمن دايره اللي مستحيل. الكشخه البنات اخر ما كاين في الكشخه، كاين هادي وكاين حتى اللي فيها المبره. هاي البنات هادي ماشي الكشخه، هذا الشريف، هادو البنات الشريف واعر. شوفوا شوفوا كيفاش كتجو عاد حتى البنات، راه غزالين 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 لواحد الدرجه، ومنخوين كيف ما كنقولوا منخوين. شتو شوفي الخدمه ديالو بنات، فيهم كاع الالوان، فيهم كاع الالوان. عطيني حتى اللون، كاين بحال لون في اللون. شوفوا ليا هذا اللون شحال كيسخن، هذا هو اللي قلت لكم ديال اللي فيه بحال المبره. هادو البنات غتلقايهم عند فطوم ليكس، الثمن غندير لهم حنا تحت من الاسعار. شوفوا البنات غندير لكم انا 200 درهم، والله ما تلقاوها في شي بلاصه. ويلي بغي يخسر معاكم. عاد البنات كيبيعوهم 350 درهم، غتلقاو بزاف بلا ما نقول لكم السميات، نتوما عارفين شكون كيبيعوهم. ديري ليهم 300 درهم 350، عند فطوم ليكس غتلقاوهم البنات 190 درهم من عند الحاج، هو قال لكم الحاج. هاو ها هما البنات، هاهي الكشخة، أتانا الشريف. ها ها نتوما أنا اللي كنقول حبيبة. شوفوا لي هاد لوكغي، شوفوا كيفاش داير، واو خطير البنات. هاد شوفوا شحال واعرة، هادو البنات ديال الشريف. ها نتوما الشريف واعرين كبار فغيمون، واعرين البنات. كيفاش نطلبهم حبيبه ديالي؟ راه كاين الاونلاين عندنا. هاهي البنات الطبقه ديال الشريف، فيهم هادو الالوان، فيهم الالوان البنات. كاين عاوتاني شوفو النوار، في النوار اللي باكي كيعجبو. شوفو كيفاش دايرين النوار، في النوار فيهم كاع الالوان البنات، فيهم الغوز، فيهم بلوغوا، اللي كيبغيو جوج الالوان فيهم كلشي. شفتوا البنات باش تعرفوني انا ديما صادقه معكم وما كنبغيش نربح شي، انا غير 5 دراهم راه خير وبركه، اقسم بالله العظيم الا ربي كيرزقك القناعه. ناري تشوفوا هذا الكحل شحال واعر، الكغي ديالو خطير. هادو البنات راه كيجيو مع الرومي ومع البلدي، شفتوهم واعر فريمون خطير البنات. خاصكم تشوفوا التوب ديالهم، التوب ديالهم كيفاش داير، التوب ديالهم رائع 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 البنات، فريمون خطيرين. صافي البنات يلا ها 190 درهم عيشوا لي، وهاد الثمن من اللي سالي راه ما نعاودش نجيبهم باش تكونوا عارفين، الا عاودتاني لقيتهم وصافي. حيت السيد والله العظيم اللي كيجيبهم ليا كيقول لي فطوم هاد الثمن راه ما يمكنش، كنبقى نعصب فيك نقول لي شوف انا ما سوقيش، انا ما سوقيش، انا نبغي اقل ثمن لمتابعيني، نبغي اقل ثمن لمتابعيني. على فكره البنات الشيلان راه كيتباعوا في بلاصه وحده، غير كاين اللي كيقنع وكاين اللي كيبغي يربح 100 درهم 200 درهم، كاين اللي كيبغي هكا يربح. انا نتوما كتعرفوني البنات، البنات فيهم كاع الالوان، بلا ما نزيد نوريكم الالوان ديالهم خطيرين، كاين فيهم حتى الكرونه واعر باش ما نحلهمش غدا نترول مع البنت. فيهم حتى هاد الفيغ او اللي كيلبسوا الدريات عندنا الجليبات، هذاك اللون في اللون حتى هو كاين، هذاك الموديل الاول اللي وريتكم حبيبي هادي. شوفي هذا حتى هو واعر، هادشي الالوان راه الهبال. شوفوا النواغ مع مع هاد السومو، يا سلام النواغ مع السومو خطير. شوفوا ليا النواغ في النواغ، النواغ في النواغ البنات،
نواغ هذا بالذهب. شحال 18 190 درهم كيبيع هما البلاد 300-350 درهم. ها بشكون عارفين يا الشريف حبيبه ديالي هام ما تلقيش هاد الثمن من عند غير فطومه حبيبه ديالي. ها انا هاد الكحير راه دالي.